قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. إن كثيرا من أهل الأهواء والزيغ يلبسون على الناس في معنى الخالدي من هو وما هي صفاته ومتى يكون خالديا، فلنرجع إلى كلام علمائنا من أهل السنة لتحديد الخالدي بصفاته وشياته ونعوته وخصاله. الخالدي ليس هو من خرج على الإمام العادل فحسب، بل من خرج على الإمام الجائر سمي خالديا. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خالدي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته القرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال ابن القاسم رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك. وقال الآجري رحمه الله تعالى: وقد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال اللالكائي مقررا عقيدة أهل السنة وناقلا هنا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فاسأل الآن أولئك الخارجين الذين يزعمون أن المسألة خلافية، هل يعد بعد هذا العرض من ينتحل الخروج ويعتقده؟ هل يعد من أهل السنة؟ جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.